¿Cuánto llevas a dormir? الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا لتدريب وتجهيز معارضين سوريين معتدلين تبلورت بنوده واتضحت شروطه، ولذلك وضعت واشنطن عدة نقاط لمساندة الجيش السوري الحر عسكريا لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض. كخطوة أولى، حددت الولايات المتحدة هوية 1200 معارض بعدما تحققت من سجلاتهم، وذلك ضمن برنامج تشكيل قوة تتولى قتال داعش. لكن البنتاغون رفض الكشف عن المواقع التي ستستضيف المقاتلين المعارضين للحفاظ على سلامتهم بعدما تم تحديد هويتهم. وهكذا سيخضع مقاتلو المعارضة البالغ عددهم سنويا أكثر من 5000 في شكل إجمالي لعملية تدقيق قبل الانضمام للبرنامج الأمريكي الذي من المتوقع أن يبدأ في آذار المقبل في الأردن وتركيا والسعودية وقطر. تجري عملية التدقيق لاختيار المقاتلين باستخدام قواعد بيانات للحكومة الأمريكية إلى جانب معلومات استخباراتية من أصدقاء واشنطن في المنطقة. وتركز الولايات المتحدة في المرحلة الأولى من عملية التدقيق على أساسيات القتال فقط، على أن تليها مرحلة التدريب على إرشاد مقاتلات التحالف الدولي من الأرض، كونها مهمة صعبة تتطلب مهارات عالية.